لا انا بشتغل عند الشعب اللبناني وبشتغل بطيب وبقدر وبلاش، بس مش مستعد اشتغل بلاش لموضوع النزوح لامور اخرى. عدد كتير كبير من الولادات وخاصة مقارنة مع الولادات اللبنانية عم بتكون أضعاف الولادات اللبنانية، وهيدا بيعني مزيد من الاستهلاك للبنية التحتية اللبنانية، ونحن واصلين لوقت راح يكون في مطالبة بمخيمات إضافية. وعلى وقع التصفيق أضاف: أنتم نازحون، هذه تسميتكم القانونية في الدولة اللبنانية. في ملف النازحين فجر محافظ بعلبك الهرم البشير خضر قنبلة الأعداد. على مواقع التواصل الاجتماعي الدعم الكتير كبير اللي أنا حصلت عليه هو كان يعني دعم ساحق على كل السوشيال ميديا فيه. ونحن حميناهم بالقرار اللي عملناه لأنه تجنبنا أي ردة فعل كانت ممكن تحصل ضد النازح السوري. مرة جديدة عم ندفع لبنان ثمن كتير غالي بموضوع النزوح يلي موجود على أراضي الدولة اللبنانية، تحديدا بعرسال محل ما في عنا حاليا 14 حالي، ال 14 حالي هن من النازحين السوريين. لأنه بيعرف وبيلمس وقديه في مترتبات على الدولة اللبنانية على كل المستويات من بقاء السورية على الأراضي اللبنانية. اليوم أنا مستلم 7 بلديات والثامنة على الطريق هي نحلي، بلدية عرسال رح تكون بلدية 9. تم إبلاغ جميع المنظمات والجمعيات بضرورة أخذ إذن مسبق من المحافظة قبل دخول أي مخيم. نشكر سعادة السفيرة والدولة السويسرية والشعب السويسري. يا ريتني كون ضاحك مع الضاحك ولا باكي مع الباكي.